السلام عليكم وبركاته. واليوم معانا سهرة البليتس، نشوف اليوم حظنا كيف مع الخمسة زائد ثلاث. يعني هاي بفضل أكثر من ثلاثة زائد اثنين، على إنه خمسة زائد ثلاث، يعني ثلاثة زائد اثنين بتكون سريع جدا، يعني نسبة الخطأ عالية، مع الشرح بيكون الوضع صعب، بس هيك يعني المؤثر شوي. هاي نايت اف 3، احنا شو عندنا كينج زندي على التاك او الدفاع عندي بجناح الملك، فخلينا نلعبه. يلا يا حبيبي، يلا يا دناي، وهي نايت دي 2. يعني هذا الزلمة بيلعب تقريبا زي ما شرحنا الفيديو الاولاني، اول فيديو شرحته عن الدفاع عن الهندي الهجوم الهندي من جناح الملك او الكينج زندي اتاك. هذا هو اول تفريع شرحته، وهيني بشوفه كمان مرة. وهي فور، يعني حابب افرج الناس على القناة مباريات تطبيقية على التفريع، انه احنا ما بنحكيش اشي يعني لا يمكن تطبيقه او اشي مستحيل، او يعني بالعكس. اظن الاسود هون عنده مشكلة الفيل، يعني ضارب حائط حديدي، يعني تم هذا الفيلم 66، يعني مش بطال تصنيفه، جيد جدا، يعني مش افاق بينه وبينه اصلا بالتصنيف. يعني الزلمة مش عامل ولا نوع اكشن ولا اشي. والله حاب العب هيك انا صراحة، يعني طيب هيك كان البيدق بيدق. نايت دي 7، طب شو نلعب كوك دي 1 بهذا الشكل، خلي لك كل القطع، يعني القلعة وتكون هيك على نفس عمود الوزير. شو اللي عملنا احنا؟ كوين سي 7. الزلمة يعني خايف شوي مش كتير، يعني هتلعب نايت دي 4. يعني نخلي الفيل هون يقوم بعملية الحماية، بدل ما الوزير دايما مربوط عشان يحمي البيدق، يعني هيك نوع من التغيير التكتيكي. وهي A4، طبعا الفكرة من A4 بدي العب نايت C4. أيوة، يعني هي هاي الفكرة في ذهني بصراحة. وB5 مش موجودة بهذا الشكل، خلينا نشوف كيف الأمور بتمشي.
شكله الزلمة شوي بلش يفكر، حاسه انا يعني يحسبها يمين شمال، هنشوف شو بيطلع معه. مش عارف بصراحة شو بيطلع معه، بس الحصان اللي على C4 بصراحة يعني جدا قوي، جدا جدا قوي بصراحة، يعني إله وزنه ذهب زي ما بيحكوها. والله أخذ وقت كتير ويفكر صراحة، يعني فاجأني بصراحة يا راجل. نايت اف 8 والله اعتقد، يعني هاي تحكي لي انت عبلي بيجو اف 4 يعني صراحة على طول، يعني مش راح استناك. بطل في اي 5 هيك عندك، يعني الحصان كان هون ضارب الاي 5 هسا لا. فايوه كوين سي 8 ممتاز، واعتقد انه هيك كمان نايت بي 6. يا لهوي راح الوزير يا جماعة الخير، راح الوزير، راح الوزير. يا لهوي يا لهوي يا لهوي يا لهوي له يا زلمة. ها يعني والله بصراحة، يعني كينجز ان اتاك افتتاح قوي جدا، يعني مش مزح، يعني بس الطريقة اللي نلعبوا فيها بدون حفظ، يعني بس في كم من فكرة هيك وخلص، يعني الامور اكثر امور في السليم. هل ما حنلعب طبعا جي 6 احنا، يعني ضد لاعب 2224 حتى تصنيفه على ما تصنيفه. والله يلا يا استاذ تفضل، هاي جي 6 وهاي بيشوف جي 7، احنا اللي بنحكيه من فجل الناس، يعني معناش مخبى. بيشوب سي 4، شوفوا عادة هنا بيلعبوا نايت اف 6 هم، يعني هاي النقلة أنا بلعبها دائما، بس أنا اليوم بدي ألعب شيء مختلف، بدي ألعب اي 6. يعني هاي النقلة الافتتاحية هاي برضه جدا قوية، وهي إحدى النقلات المعمولة لها ريكومنديشن بسموها، يعني من النقلات المقترحة أو المفضلة عند جراند ماستر نيجل ديفيس، الجراند ماستر الإنجليزي. في لاعبين بيحبوا يلعبوا ضد البيشوب سي 4، بيلعبوا اي 6 بهذا الشكل. احنا هنلعب بكون اتش 6 على طول، يعني بدون نقاش، ما فيها مجال ولا اي شيء. ايوه هاي اي 6، نلعب لك بي 5 اذا تسمح لنا بي 5. تسمح لنا بي 5، نلعب لك هاي النقله الجايه اذا تسمح لنا فيها. وهاي بي 5، وهاي بيشوب بي 7. وهاي نايت دي 7. هذا صار هيبوبوتاموس يا اخوان، هذا بسموه افتتاح الهيبوبوتاموس، يعني او الهيبو بسموه بالانجليزي. فكرته ببساطة انه انتشار الفيلين بهذا الشكل بهاي الاماكن، والحصانين هون وبيدقين في الاي 6 دي 6 وبيدقين في الاي 6 والاي، بس في بيدق جي 6 لازم بيدق الثاني يكون في البي 6، انا حاطينه في البي 5. بس هذه هي هذا كل النقطة. خلينا نشوف مع بعض، خلينا نشوف شو بدنا نسوي. اي 4 شو رأيك نلعب لك نايت اف 6 هيك، خلينا يعني نضرب البيدق على الاي 4 مع مساعدة الفيل اذا تسمح لنا، يعني نحس الابيض شوي مش منتشر صح. انا بصراحة يعني
E5. والله انا بدي العب دي اي 5، يعني مش عارف، انا يعني حاسسها نقلة جيدة. نايت اي 5 يعني اعطانا بدق الجي 2 مجانا اذا بنحب ناخده. تعرف شو؟ بدي اخذ الجندي على جي 2 صراحة، يعني في نفسي اخده، يعني مش عارف ليش في نفسي، بس بدي اخده. واعطيني بيشوب اي 4 هيك بدنا نكسر الفيل ال اذا بتاكل الفيل عشان ناكلك على طول مباشرة. ايوه صار الوزير صار مطلوب في هاي الحالة. حيوني الزلمة هذا يا جماعة الخير، والله حيوني صراحة. يعني في نايت سي 5 بوكل الحصان، انه كله حصان ومخلي الوزارة نفس الخط. في عندي نايت اف 2 بيشوب اف 2 بيشوب اي 5، مش عارف. ها يلا ما احترت بصراحة، عن جد احترت، يعني مش عارف اني فيهم الصح اني فيهم الغلط. يعني الموضوع مش سهل يعني بتعرف بصراحة، يعني فخلص بدي العب الاكثر تعقيدا مع انه الجيم بلتس يعني هيك بهذا الشكل. هذا اللي انا يعني فكرت فيه بصراحة، مش عارف. AB5
يعني هيك الجيم صار مصلحة الأسود هيك تماما. اوكي ماشي يا اخوان، ما علقتش لمدة شوي لأنه كان عندي 42 ثانية بس ما عنديش وقت كثير يعني مع الأسف. أعطونا البيضة قاعدة شوي لازم ناخده، يعني مش عندي حل أساسا يعني غير هيك. يعطيني البيضة اللي معك، ما عندي وقت أفكر كثير فيك بصراحة، يعني لازم ألعب بسرعة، لازم أنقل بسرعة القطعة، يعني ما بستطيع إني أفكر كثير مع الأسف. وايكينج اف 8 خد البدا قلعة 6 بهمش، يعني ما في مشكلة في الموضوع أساسا. نفعل الملك لأنه الملك قطعة كثير مهمة في النهاية صراحة، ما خايف إن يعني أحمل بيدق وبعدين ما أعرفش أطلع في الملك أساسا، يعني فأنحشر في الجيم كله يعني ما بزبطش الحكي هذا. شوف هذا اللي إحنا إيش كنا عاملين حسابه، هاي كينج دي 6 بدنا الملك يكون فعال. بالضبط يعني هذا هو اللي احنا كنا خايفين منه. هنا يلعب بشب اف 4 تفضل. والله هي مشكلة. يلا تفضل نلعب هيك، ما مش عارف شو اعمل بصراحة. اوكي تفضل. والله الوقت قليل جدا، يعني 13 ثانية، مش عارف شو بدي اعمل فيهم صراحة، يعني جد مش عارف شو بدي اعمل فيهم. ناي دي 5 نحاول يعني نهدد اكثر من شيء مع بعض، يعني بجوز اني استفيد شيء، مش عارف بصراحة بدي استفيد شيء ولا مش عارف استفيد شيء ولا شو بدي يصير فيه بالضبط، مش عارف. يعني صعب صعب جدا تحدد شيء في جيم زي هيك بصراحة، بس يعني بنحاول. أعتقد الوقت سيكون العامل حاسم في جيم زي هاد. مش عارف شو بدي ألعب صراحة، الوقت مش مسعفني نهائيا. ضيعنا الجيم من ايدينا. اوكي هيك الجيم خلص ما في مجال.
يلا نحاول كمان محاولة أخيرة نشوف شو بيطلع معانا. يعني الجيم كان فيه فوز واضح للأسود بصراحة، يعني بس أنا ضيعت الدنيا كلها من إيدي بصراحة. يلا لاست جيم، خلينا بعدين. أنا عندي طبعا الساعة يا إخوان 12:30 بالليل توقيت كندا، فيعني يلا شوف آخر جيم بعدين من نختم الليلة. أعطيني هيك على بيشو بيثيو، لو انه مش هاي النقلة الرئيسية اللي بتلتعب على تن، بس في افكار حلوة هون بحب العبها مرات. يعني صار عندنا تقريبا زي الدفاع الفرنسي تقريبا، بس الفيل طالع يعني مش مسكر عليه. يا ولد شو هاد؟ شو هالحركات هاي يا ابن الحلال؟ انت التاني شو بتسوي؟ طيب شو وقت نلعب كوين اي 5؟ نلعب لك اشي، نخترع لك اشي على اختراع يعني، ما انا مش عارف شو اللي بلعب اصلا حاليا. يعني كوين دي 2. طيب اعطيني الجندي بما انك بتلعب بهذا الشكل، ما في مشكلة نهائيا. يا مرحبا بك، وهاي كستانا وزارة، ما في مشكلة نلعب معك اند جيم عادي يعني. انا والله مش شايف مشكلة، اذا حدا شايف مشكلة احكي لي يا جماعة الخير، انا والله مش شايف صراحة يعني. بشوف الفايف نلعب انتشار بسيط وعادي جدا وسلس ولا اي مشكلة. طب ليش هيك يا ابن الحلال؟ طيب هي 6 مبدئيا يعني عشان احنا ما نعذب حالنا كثير معك. افور هيك الزلمة هاد نوايا واضحة جدا هيك صارت. طب هي 97 مبدئيا. اخوان هذا الفيل عليه فيه يعني عنده مشاكل، هذا البلد اخوان مسكرين عليه يعني. هذا لو جيم مش بليتس يعني بضمن لكم افوز فيه بصراحة يعني، بس في البليتس كل شيء بصير يعني. هاي هي هاي هي البليتس يعني. هاي تبييت عشان ما نضلناش مسمرين ومرجعين راسنا. هاي فكرتك يعني؟ والله بيمشي الحال يعني، إذا بدك هيك تلعب عادي يعني ما عنديش مشكلة. أنا بصراحة نلعب له F6، نلعب له هيك مثلا يعني، نكسب الوسط تبعه كلياته، ندمر له إياه. نلعب لك نايت بي 4. هتلعب لك هيك مش ما في مشكلة، تحب تاخذ الفيل خذ صحتين على البك، ما عندي مشكلة نهائيا. مش مستعجل على على النقلات نهائيا هسه انا. بطلت افهم اشي انا على كلهم، بس يلا هاي الفيل على F8. هسه صار في تهديد بشو بي 4 صراحة يعني، مش عارف ليش لعبته، مش عارف ليش لعبوا كسير فيه بصراحة يعني. مش مفهوم بالنسبة للنقلة هاي. هاي القلعة هون يعني مش مفهومة بصراحة شو بتعمل.
أكلت؟ أوكي نأكل لك يا بتجي نقاش يعني. عينات A5 يعني نجي بالقلعة بالحصان على C4. اتفضل هاي كسرنا لك القلعة الفعالة. وهاي B5 ما في مشكلة. وهاي بشو B7 هاي نايت C6 لحظة شوية لحظة شوية لحظة شوية أعطيني A5 معلش. خطط على بالي فكرة غريبة جدا هسه بتشوفوها يا إخوان. تثبت جناح الوزير واطلع في ملك بهذا الشكل هيك 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 وهيك وهيك هيك هاي فكرتي مش عارف هيك حك يعني هيك طلعت معي بعرفش يعني لأن يعني الملك مش هيعمل ولا اشي بجناح الوزير لازم يروح جناح الملك ممكن يطلع معه اشي مش عارف اذا بيطلع ولا ما بيطلع بصراحة حتى. يلا يا سيد أندري روك B1 طب شو بدك منوك بيون بالضبط عشان نفهم عليك يعني طيب انا بدي العب لك بالضبط كينج G7 سوي بدك اياه تفضل B4 صراحة عندي شكوك على النقلة صراحة يعني مش عاجبني نهائيا. خلينا ناكل البيضة قد مش مشكلة لأنه في أحد تصير مشكلة صغيرة هون يعني فخلينا نتصرف بخصوصها بصراحة يعني إنه أحسن نخلي الحصان نخلي الفيل شو B4 A4 أوكي والله مش واضحة صراحة بس يلا عادة يعني بفضلوا هم يخلوا الفيل مع القلعة مش ال
مش الحصان مع القلعة، هيك القوانين النهاية بتحكي يعني. بس يلا خلينا نشوف، مش عارف بصراحة، مش عارف بالضبط يعني. يعني بس بسمح ننزل مثلا من تحت بالقلعة مثلا، يعني مثلا نيجي على A2 مثلا بالقلعة هيك مثلا، نحدد الصف الثاني كله مثلا يعني. والله ما سمح لنا الزلمة، ما لا بده يسمح لنا بهالشكله. خلينا الكش، بدناش نكشه هسه، خلي الكش في ايدي يعني احسن. بالضبط هذا هو اللي وصى عليه الدكتور زي ما بحكوها. جي 6 ولا مستعجل على اشي نهائيا، انا ما في استعجال بصراحة يعني. الوضع يستحق الانتظار ونستنى بهدوء كمان. هاي وكي فور وهاكش. جيتش فايف يلا. يعني بحد احاول اخترق باي شكل من الاشكال، بديش التعادل البسيط هذا، ما بلائمنيش يعني. هيك جيب الملك على قفته لو سمحت. في ذهني فكرة هيك هسه طلعت معي، بعرفش انا والله ما لعبه. ليك عم نلعب الكيك، معلش يعني بدك تسامحنا يعني. بصراحة هو كثير باسف يعني، قلعته حامي جندي وفيله حامي جندي مش عم يتحرك يعني بصراحة. فهذا حكي يمكن يكلفوا الجيم يعني، والله العظيم. بس الوقت يا اخي الوقت، شو 30 ثانية؟ شو انا اعرف 30 ثانية شو اعمل فيهم؟ أعطينا البيدق لو سمحت. وهاي لحظة شوي، القانون بيحكي الكشة ما تستعجل عليها، هيك الشيطان بيقول. أوكسي فوق، ما نستعجل بالكش، ما في داعي نستعجل بالكش نهائيا. 19 ثانية ضايل معي بس يا حبيبي. هاي اف 6 مشكوك جدا ابو عنف. انا هسه اعطيني هون يلا، بصعب 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 بصعب. ممتاز جدا. هاي القلعة هون، شو بي فور هاي هيك يعني. الوقت قليل معه، فيعني بجوز نستفيد من هذا الكلام. مش عارف بصراحة. كينج اف 6 يلا تفضل. وهاي كينج اف 7
هي كان نلعبها كوك اي فور على طول. ايوه كي 3 اذا بلعب بي 4 بياكل، بلعب بي 3 بيمسكني. لا ملناش، خليه شوي، خليك شوي صغير بس، انت بس اصبر شويتين علي، لانه لو قدام بدك على طول بيجي بيمسكه، ما ينفعش الكلام هذا. على طول اعطيني خلاص، هيك انت جيم اوفر يعني. لو استسلمت عادي اي كينج اوف، خلاص 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 خلاص، ما تفكرش كتير فيها يعني. ايوه اوكي، هاي كانت صحبة اليوم يعني هيك على السريع، ان شاء الله تكونوا استمتعتوا فيها، وبنشوفكم ان شاء الله على خير. السلام عليكم.